انتهى شهر مشاكل اليوتيوب، كلنا مرينا بالشهر ده بمشاكل اليوتيوب كلها، نقص ارباح، حذف ساعات، نقص مشتركين، حذف مشاهدات، حذف تعليقات، كل ده كلنا مرينا بيه. قلنا ان احنا الحمد لله في المتوحد فكره قدرنا نحقق انجازين مهمين جدا، وهو 15,000 مشترك ومليون مشاهده، وده بفضل الله ثم فضل حضراتكم. ودايما لازم اشكر الادمن اللي موجودين معايا، طبعا مش هقولهم بالترتيب، هما زي ما يجوا في بالي كده، ساره، هنا، فاطمه، احمد. بشكركم جدا لانكم كنتوا اصحاب الفضل ان انا انتج 68 فيديو خلال الشهر اللي فات، والحمد لله ده بفضل الله ثم فضلكم كلكم عليا. في الفتره دي قدرنا ان احنا نحقق 388 مشاهده خلال شهر 7، وده انجاز جديد في المتوحد فكره، وده دايما بفضل انشاء المزيد من الفيديوهات، وده ادى الى ارتفاع عدد المشاهدات في قناتك اكثر من المعتاد. ودايما في كل نهاية شهر حاجة اقول لك ان احنا طول ما احنا بننشر اكتر، طول ما احنا بنحصد اكتر. لو انت بتزرع فدان غير لما تكون بتزرع 24 فدان، ده الناتج بتاعه اكتر ومعدل ظهورك للناس اكتر، فتبدأ تحصد ارباح اكتر ومشاهدات اكتر ومشتركين اكتر. وده مش كلام لوحدي، ده كلام اليوتيوب. العوامل التي اثرت في اداء قناتك الشهر اللي فات: ازداد عدد المشاهدين لانك نشرت فيديوهات اكتر، ازداد عدد المشتركين في قناتك لانك نشرت فيديوهات اكتر، وده كله بفضل الله ثم فضل حضراتكم. وهفضل اقول لك انشر فيديوهات اكتر تحصد ارباح اكتر ومشاهدات اكتر، وخد بالك مش اي فيديوهات وخلاص، لازم يكون اسلوبك مميز في انتاجك للمحتوى. حاول على قد ما تقدر تجيب فكره خارج اليوتيوب، تبدا تكون انت مميز عن اي شخص حواليك في المحتوى. لازم يكون في فكرة عندك عشان تبدأ تطبقها وتنتج وتحصد ناس متابعينك ودايما مستمرين معاك. في الفترة دي والسنة وشهرين اللي مرينا بيهم، مرت معاك بفترة اليأس و10,000 مشاهدة خلال شهر و4,992 خلال شهر، إلا ان احنا قدرنا نحقق في المتوحد فكرة 22,000 مشاهدة خلال 48 ساعة، ودي حاجة جديدة في المتوحد فكرة، وكمان وصلنا 32,000. بس انا بقولك اوعى تيأس، ابدأ اشتغل. الطفرة في المتوحد فكرة جت بعد 10 شهور، انت استمر في انتاجك المحتوى وما تفكرش في حاجة تانية، ما تبصش للمشتركين، ما تبصش للمشاهدات، ما تبصش للحاجة دي. حاول على قد ما تقدر تتعب عشان تحصد ما تتعب فيه. خد بالك كل الفترة دي انت مهمل في قناتك، انت المسؤول عنها. ليه؟ لان في غيرك بينتج المحتوى وبياخد مجهودك. ليه؟ لانك ما عملتش مجهود، هو انتج اكتر، اشتغل اكتر، خد ارباح اكتر. ما تتعقش تشكي وتقول انا نقص مشتركين، نقص ارباح، كلنا نقصنا كل الحاجات دي، كلنا شفنا الحاجات دي، مش انت بس، والمشكله عامه مش خاصه. اليوتيوب مش مستقصدك، اليوتيوب مستقصد جميع منشئي المحتوى، لكن انت اللي مقصر في حد ذاتك، ولازم في الوقت اهو تقوم تنشئ محتوى وتشتغل على نفسك. فيديوهين على الاقل في اليوم مش حاجه، اشتغل. مونتاج قوي اشتغل، انا مش اشتغل، ما تقوليش انا وانا وانا. لو انت ماسك اليوتيوب ده وعايزه مصدر رزق ليك، لازم تنتج باستمرار محتوى، لازم تكون على الاقل بدايتك عندك طاقه ايجابيه تشتغل باستمرار. هتواجه نقص مشتركين، هتواجه نقص ارباح، هتواجه نقص ساعات، ماليش دعوه بده كله، انا شغال، انا زيك مريت بنفس التجربه، والحمد لله الشهر ده برغم المشاكل الا ان احنا قدرنا نحقق 538 ازيد من الشهر اللي فات 456، وده بفضل انشاء، وطبعا بفضل الله، ولكن انشاء فيديوهات اكتر. في الشهر ده قدرنا ان احنا ننشئ 68 فيديو في الشهر ده، وده طبعا ازيد من الشهر اللي فات بسبع فيديوهات، برغم من المشاكل اللي موجوده، برغم من تعبي، برغم من ده كله، الا ان قدرت ان انا اوصل لك اكتر عدد فيديوهات ممكن اكتر من الشهور اللي فات. وكل ما انت بتنتج اكتر، كل ما انت بتحصد اكتر. كل كلامي في نهاية كل شهر حاجة اقول لك نزل فيديوهات كتير، الكم ولا الجودة؟ يا عمي ايه يعني لما يكون الكم والجودة مع بعض وتقدر تشتغل؟ في كل فيديو بينزل لحضرتك بتلاقي معلومة جديدة، بيستفاد شخص تاني. كم مرة حصدت مشكلة وجدتها ولقيتها في المتوحد فكرة؟ كتير. ليه؟ لان انا باستمرار بواجه المشاكل، باجي اقول لك عليها وباجي اقول لك حلها. دايما انت كمان لازم تكون متابع مهم جدا لمحتواك، جميع قنوات المنافسه، جميع الناس اللي حواليك،
ابدأ شوف القنوات اللي بتواجه المشاكل، ابدأ شوف الناس دي كلنا مشكلة عامة، خلاص ما يقاسش محبط، أشتغل أستمر أنشئ محتوى علشان أتطور. والتطور ده بيجي من الاستمرارية. الاستمرارية مهمة جدا علشان تبدأ تحصد كل ده، أرباح مشاهدات مشتركين. اوعى في يوم من الايام تقول لي انا يئست. اليأس عمره ما كان صديق للكفاح والنجاح. اليأس يعني فشل، اليأس يعني انت مريت بتجربة فاشلة فخلاص انا يئست مش هكمل. غيرك بينتج محتوى، غيرك بحقق ارباح. طول ما انت شغال في اليأس غيرك بحقق اللي انت عايزه. طول ما انت يئست، طول ما في غيرك بحقق ارباحك. انت لازم يكون عندك هدف بينك وبين نفسك، ان انا انشأ الشهر ده 60 فيديو ومليش دعوة بقى بارباح، مليش دعوة بمشاهدات، مليش دعوة، انا بس بكسر العدد بتاعي. النهاردة او الشهر ده ادينا نحقق 68 فيديو، انا الشهر الجاي محتاج ان انا احقق 69 فيديو فيما فوق. ليه؟ اكسر العدد القديم. ودايما والحمد لله شايف التصاعدي موجود هنا، التصاعدي موجود هنا، التصاعدي موجود هنا، وده بفضل الله ثم فضل حضراتكم. برغم المشاكل اللي حصدناها في شهر 7 الا ان احنا مستمرين وحققنا انجازات حلوة جدا، والشهر 8 ان شاء الله حاطين في بالنا ان احنا نكسر الرقم ده، الرقم الارباح ورقم المشاهدات ورقم الساعات ورقم المشتركين. واليوتيوب بيقول لي لو انت استمرت بالفضل نشر المشاهدات نشر الفيديوهات اكتر هتحصد قناتك 20,000 بشكل اسرع، وده دايما لان احنا مستمرين في انشاء المحتوى. انشئ محتوى وما تفكرش في احصائيات، هتحصد نجاح كل فيديو. لو انت حققت الربح بعد 150 فيديو غير ما تحقق الربح بعد 30 فيديو، بيبقى في فرق، بالله العظيم بيكون في فرق، فرق في الارباح، فرق في المشاهدات، فرق جدا. معدل ظهورك بيزيد اكتر، معدل الظهور ده بيزيد مع زيادة الارباح، من زيادة الفيديوهات اللي انت بتنزلها. لو جينا شفنا كده ده بشكل شهري مش هيجي بشكل شهري، وشفنا شهر يونيو كان 5 مليون، شهر مايو كان 3 مليون، شهر لو رجعنا اكتر هيتلاقي قل، ده شهر تصاعدي. ماليش دعوه بنسبه النقر، انا ليه دعوه بمعدل الظهور. ظهرت اكتر مشاهدات اكتر، ظهرت اكتر ارباح اكتر، ظهرت اكتر كل المعدلات اكتر حتى الساعات. فانا دايما دايما في بالي معدل الظهور اكتر، كل ما احتماليه ظهوري تزيد كل ما احتماليه مشاهداتي تزيد. ماليش دعوه بنسبه النقر على كل الظهور، انا ليه دعوه ان انا ازيد دايما معدل ظهوري، علشان دايما طول ما هو زايد طول ما عدد مشاهدات زايدة. وانا عايز ارجع لك واقول لك ان احنا حصدنا في شهر مايو 204 مشاهدة، حصدنا في شهر 6 290 مشاهدة، حصدنا في شهر 7 388 مشاهدة، وده انجاز جديد جدا في المتوحد فكرة. وانت محتاج انك تحقق انجازات اكتر في قناتك. دايما تابع احصائيات كل شهر، ودايما اقف لنفسك كل شهر انا حققت ايه في الشهر اللي فات، وهتلاقيني في كل شهر نازل لك بفيديو بقول لك احنا حققنا ايه، عشان يكون عندك طاقه انك تشتغل. في ارباح في اليوتيوب انت اللي مش عايز تربح، في مشاهدات في اليوتيوب انت اللي ما عايز تربح، في شهره في اليوتيوب انت اللي ما عايز تشير. ليه؟ لانك بتنزلي فيديو فيديوهين في الاسبوع. ايه ده يا جماعه؟ فيديو فيديوهين ايه في... طب انا محتوايا بتعب عليه، بقعد بخمس ست ساعات. في حاجه اسمها تيم، اعمل نفسك تيم، اشتغل هتربح وتكسب، اشتغل هتنجح، اشتغل هتأدي، اشتغل هتربح، والله العظيم هتكسب. طول ما انت شغال بطل الشكوى والبكوى، بطل انك كل يوم تقول انا ارباحي قلت انا مش عارف انا عامل ايه. في الفترة اللي انت بتشكي فيها دي في حاجة في دماغك بتصدر لك يأس واحباط، فتيأس فما تشتغلش، فتبدأ تقول اخر الشهر انا ما حققتش ارباح، فتيجي تقول انا هسيب قناتي او هقفلها. وده ليه؟ لانك صدرت لنفسك حاجة اسمها يأس. اليأس عمره ما كان صديق النجاح، اليأس عمره ما كان هدف من اهدافه انك تنجح. اليأس يعني فشل واغلاق قناتك، وانت لو اغلقت قناتك فانت بتدمر نفسك وبتقفل مصدر رزق لنفسك كبير جدا. حاول دايما تكون مميز في اسلوبك، حاول دايما تكون مختلف في طريقتك، حاول دايما تكون متابع باستمرار مع جمهورك. جمهورك هيجي هيجي، هتنشئه هتنشئه، هيبقى موجود معك باستمرار، هيحبك هيحبك، والله العظيم. تلاتة، لو جيت قلت لي انا خايف اقف قدام كاميرا يبقى انت لا مؤاخذة زعلان من نفسك جدا ومش حابب نفسك. لو انت مش حابب نفسك غيرك هيحبه ازاي؟ حب نفسك يا عم الحاج، اقف قدام الكاميرا اتكلم. مش حابب صوتي، الناس هتحبك، والله هتحبك. شوف انا في بدايتي اقسم بالله كنت ما اعرفش اتكلم،
ما بعرفش اقول كلمتين في كل نهايه شهر هقول لك الكلمتين دول ليه؟ علشان تشتغل. انا هفضل دايما الوسواس اللي هقول لك اشتغل، هفضل دايما اقول لك استمر انشئ محتوى. والله العظيم في نهايه كل فيديو شهر حاجه اقول لك نفس الكلمتين، حققنا حتى لو خسائر هقول لك حققنا خسائر، بس نجحنا، بس قدمنا، ما فشلناش، ما يئسناش، ما قلناش لا. انا كسرت عدد فيديوهاتي الشهر ده، والشهر اللي جاي محتاج ان انا اكسر اكتر عدد فيديوهاتي، ولو ما كنتش حققت وكسرت عدد ده انا بعاقب نفسي. حط لنفسك ثواب وعقاب واشتغل، حط لنفسك ثواب وعقاب. لو نجحت الشهر ده هعمل نفسي حاجه كذا كذا كذا، وانا نجحت في الشهر ده فانا بميز نفسي وبدي لنفسي حاجه حلوه، وان انا اطور جهازي. والحمد لله النهارده ان شاء الله رايح اطور جهازي، وقبل ما اطور جهازي قدرت ان انا اقول لكم ايه اللي حصل لي في شهر 7، شهر المشاكل والياس راح وغار في 60 سلامه. الشهر اللي جاي محتاجين ندخل فيه بامل شويه، بفرحه شويه، بسعاده شويه. النهارده انا محتاج اشوف كميه فيديوهات من المتابعين بتوعي كتير جدا. حاول على قد ما تقدر تنجل فيديوهات قصيره، فيديوهات طويله، اشتغل، خلي فيديوهاتك قصيره دايما مش بالطول. لو انت محقق 1000 مشاهده او 1000 مشترك خليها بالعرض، انشئ فيديوهات بالعرض. حاول على قد ما تقدر ما تنشرش فيديوهات قصيره لو انت محقق الشروط. ليه؟ دي حاجه بيني وبين نفسي انا عندي قناعه فيها، ان اللي دايما قناته بتعلى بالارباح او المشاهدات اللي هي الفيديوهات القصيره ما بياخدش ارباح مهمه جدا. لكن لو جالك فيديو من الفيديوهات بياخد شهره قليله مش كتيره. الفيديوهات القصيره لو استمريت فيها باستمرار ونزلتها تاخد شهره وارباح. لو انت استمريت فيها بشكل مستمر جدا، كل فيديوهاتك فيديوهات قصيره، بتشتهر بسرعه كبيره جدا زي الناس اللي اتشهروا. لكن انا بقول دايما وعايز تبقى تربح وعايز تكسب، اشتغل بالفيديوهاتك العرضيه والايه وبتاعه اليوتيوب اللي هي 10-80. وانا بقول لك نتيجه انا بعملها في قناتي، ودايما هتلاقيني بطلت انشئ فيديوهات قصيره، وده الحمد لله اثر على قناتي بالايجابي مش بالسلبي. كل اللي مريت بيه في شهر 7 قلته لك، كل مريت بيه من مشاكل قلته لك، كل مريت بيه من فايده قلته لك. حققنا ارباح اكتر بفضل فيديوهات اكتر. اشتغلوا، ابوس راسكو لو اقدر اجي اقف جنبك وخليك تشتغل كنت جيت وقفت جنبك والله. بالتوفيق للجميع، نهايه شهر الياس وبدايه شهر امل جديد. عايزين نبدا الشهر الجديد بامل وفرحه. مش عارف مدى غيابي يوم او يومين، بس هرجع لكم اقوى واحسن. بالتوفيق للجميع، صدقوني انتوا دايما دايما ليكوا الفضل عليا بعد ربنا في وجود المتوحد فكره. شكرا للجميع، شكرا للادمن اللي موجودين، شكرا للمتوحد فكره.